إيمان، مختار وكيمو اتعشوا زبادي دانون قبل ما يناموا. يا ترى اتعشيت دانون الليلة دي؟ دوس على إجابة من الإجابات اللي على الشاشة وشوف إجاباتك هتوديك لمين. ليه بس كده؟ يومك بكره مليان فرص، هتشوفها ازاي بقى لو مش صحي جاهز وفريش؟ كل زبادي دانن على العشاء عشان تصبح على خير وتسيطر على يومك. مش عايزه تجربي دانون بعد كل اللي شفتيه ده؟ طب جربي دانون، خليني أكد لك إن دانون أحلى وأطعم زبادي ممكن تاكليه في حياتك. دانون لو جربتيه مش هتاكليه. التردد خصلة وحشة تطردها برا شخصيتك للأبد. قدمت قوي على فكرة. يعجبني الشخص الواثق من نفسه.
هتنام بكرة؟ هتاكل بكرة؟ هتخش الحمام بكرة؟ ما ظنش. وأنا مش هرد عليه.